مساء الخير. النهارده معانا بنوته جميله اسمها مي، كان عندها مشكله بتعاني منها بقالها فتره طويله. احنا كان عندنا مشكله ان احنا عندنا العظمه اللي فوق دي كانت عاليه، كانت عندنا الحاجز الانفي معوم، كان عندنا التب او المقدمه بتاعه الانف كانت عريضه. احنا بعد ما عملنا العمليه حاسه ان في اختلاف جذري في شكلك. حاسه ان شكلي بقى احلى، حابه ان انا امسك الموبايل واتصور، يعني انا حبيت شكلي كده. لسه هنرجع نشوفها تاني كمان شهر، وهنرجع نشوفها كمان 3 شهور نشوف النتيجه بتاعتنا. نوفيلاج نمبر 1.